الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فما أحوجنا أن نفهم سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا واعيا حكيما، ونقف مع بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم في شأن النكاح والنسل، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه، أي الزواج، أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الولودة فإني مكاسر بكم. والوقفة هنا في الفهم، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هنا الباءة التي هي القدرة على كل ما يتطلبه أمر الزواج، وفي مقدمتها القدرة على الإنفاق وتحمل تبعات بناء الأسرة كشرط للزواج. وإذا كان القدرة على تحمل نفقات الأسرة والقيام بتبعاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فإن هذا من باب أولى شرط للإنجاب. فما بالكم إذا كان الإنجاب متعددا؟ ولو لم تكن الباء المقصودة تشمل القدرة على القيام بجميع تبعات الزواج المالية والاجتماعية والنفسية، لما قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولو كانت المطلوب فقط القدرة الجسمية أو الجسدية للأبناء، لقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج، وتوقف، ولم يكن هناك حاجة للتكميل والتتميم في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. والحديث هنا للشباب وللشاب القوي جسمانيا وجسديا وبنية جسمية وجسدية، ولكنه لا يستطيع تحمل نفقات النكاح، هذا هو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الولود فإني مكاسر بكم، فيتوجه المعنى هنا إلى الكسرة النافعة المنتجة القوية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وهي القوة التي تشمل القوة في الفكر والثقافة والجوانب الإيمانية والاقتصادية والتعليمية مع الإخلاص في القول والعمل، هذه الكسرة التي يباهي بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. أما إذا كانت الكسرة ستؤدي إلى أو سيترتب عليها الجهل أو الضعف أو المرض أو عدم بناء جيل قوي أو عدم القدرة بوفاء ذلك، فهي الكسرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كسرة كغساء السيل. وهذا كله إضافة إلى حقوق الطفل في التربية والأرضاع والرعاية الاجتماعية والتنشئة، لدرجة أن بعض الفقهاء أطلقوا على اللبن الذي يرضعه الطفل من أم حامل لبن الغيلة، وكأن أحد الطفلين يغتال حق أخيه، أو أن كل منهما يغتال جزءا من حق أخيه. ولا يجب أن يقتصر تناولنا لهذه القضية على الجوانب الاقتصادية فحسب، إنما يجب أن نبرز إلى جانب هذا الآثار الاقتصادية والآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأبوين والأسرة، ولا ينظر في السعة والضيق إلى حال الأفراد فقط، وإنما ينظر فيها أيضا إلى حال الدول وإمكاناتها وما تستطيع أن توفره وفق إمكاناتها وظروفها من خدمات لا غنى عنها في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق وسائر المرافق. فحتى لو وفر الإنسان الطعام والشراب لأبنائه، فهل يمكن أو يضمن أن يوفر لهم صحة جيدة وعلاجا مناسبا وتعليما متميزا وطرقا ومرافق؟ إذن القضية قضية تضامنية، لا ينبغي أن ينظر فيها إلى حال الأفراد فقط، وإنما ينظر إلى حال الدول مع حال الأفراد. وأي عاقل يدرك أنه إذا تعارض الكيف مع الكم فالعبرة بالكم لا بالكيف، يقول الشاعر:
بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النظر. فالقلة القوية القوية خير من الكسرة الضعيفة. يقول الشاعر: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. فلا ينبغي أن ننظر بعين العصبية الأسرية أو العصبية القبلية أو بالمباهاة بكثرة العدد، إنما المباهاة بولد صالح كريم ربي تربية سليمة يدعو لك ويترحم عليك ويرحمك الناس إذا رأوه فيقولون رحم الله من رباه ورحم الله من علمه، أما إذا ضيعتهم لقيت عكس ذلك. نسأل الله السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.